Vous allez lire des paroles de grandes personnalités, qu'ils soient des philosophes, ou bien des penseurs, ou des scientifiques, ou des écrivains, ou des empereurs. Lisez attentivement ce qu'ils ont dit. طلع البدر علينا من ثنيات يداها وجب الشكر علينا ما دعا لله داها أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مدينه مرحبا يا خير ذا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور امن وسلام نور حق ويقين ساقه مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلام مطلق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للاتي مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت
قلوبا شبها طول الصراط على البدو علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي